بكل هذه الأبعاد، خاصة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني مكانة بارزة في برنامج الانتخابي، تعهداتي لأصلة الإدارة والتقريب الخدمات من المواطنين سبيلاً لتحقيق التنمية المستدامة. وقد ترجمت حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد والبلاد تلك التعهدات بخارطة عملها التي نالت بها ثقة الجمعية الوطنية. واليوم نفتتح هذا الملتقى على مستوى الأمناء العامين لمختلف القطاعات الحكومية لنباشر على أرض الواقع تفصيل ما تم إجماله في البرامج والخطط من خلال محاضرات يلقيها عليكم متخصصون أصحاب خبرة، لكن تفاعلكم وإثراءكم للنقاش هو الضامن للخروج بخلاصات تنشط الجهاز الإداري لتحسين أدائه ومواكبته للتطور.